سامح لي. تفضل. بتي أنا أرتيست. الله يسترك. بس لازم تعرف شو يعنيك يا أنت مزوج. أنا مزوج. عاود توليت. آه صح. سيرنا. عاود توليت سي بون تفهمت ولا لا؟ لا لا. آه لا. أنا ما فهمتش. لا عندي عندي هاد صوالح مكاتيب. اولا مكاتب مالا ولا لا 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 لا, لا, لا. انا مزوج عندي عندي تزوجت مع انسانه من قبل ربي ما كتبش ايه انا عم بالي ولي ايه صح 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 سمحي لي المدام قدر الله راهي تشوف فيا لا لا عادي زوجتي نقول لك بوسه الله يحفظها لك ان شاء الله امين يا رب امين امين هو عندي عندي زوجتي بوني دروك انا مزوج يا ديفو انا نقرعت بزاف لا ما فيكش ديفوسي هذه هذيك تحكي عادي انا راني مع خويا قاعد والناس مليح الناس لو كان يعرفوا صوالح علاش ديفو ماشي ديفو لا جوري تاعك الاولى والله ماني على بالي ما بين عامين عامين ونص هكا عامين عامين ونص هكا هكا جو بونس هكا وي كمل الزيت وي صوالح مكاتيب تاع ربي مي نورمال شكون اللي تبريزه بزاف الحكايه ما تقدرش تتبريزها باسكو احنا في, في شوف في الحياه هذه احنا في قطار القطار هذا راه يمشي ايه زهو القطار زهو الدنيا قطار وعنده محطه راني جايك انا نمشي في قطار اه. انا وياك وليكيب الجماعه وكاع خاوتنا اه. اللي طاح من القطار القطار لو كان لو كان يدير الفران تاعه اه. باش يحبس يحبس بعيد على الانسان اللي طاح ما نقدروش نصوفوه عندنا 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 طريق لقدام نتبعوها عندنا حاجه لقدام واش الحاجه اللي خلاته يطيح من القطار طل بزاف انا مانيش عارف انت تسوق القطار حتى القطار سكتو اسكو حكموش بلاصه يا خويا قعدوا شبيان ولا شوف ربي سبحانه لهم الطاقه شغل طولوا من الطاقه طاحوا ربي سبحانه خلق النمل سامح بالتعبير البزاز هذاك النمل كاين اللي يمشي وكاين اللي ربي ربي يديرو جنحين يطير هذاك اللي يبغي يطير يشوف زعما الدنيا شافيها وكاع يجي زاو وش ياكلها ما كاينش شي حاجه كبيره ماشي حاجه كبيره سي حاجه صغيره هذه برك مفهوم صغير زاو شكون ها شكون زاو النمل على بالي يا عفيني عفيني اسك موانو اسك بيك موشا اسك كاناري اسك غراب اسك نسر زاوج شوف شوف شنقول لك شوف شنقول لك انا كي تقول لي زاوج عبا امون رقد